أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بيكم في أطول الرحلات اللي أنا بقطعها دايما في حياتي. 2700 كيلو بقطعهم بالقطر ده. القطر ده احنا هنا في كازاخستان، ودي المسافة اللي بيقطعها القطر من مدينة أوراليسك لمدينة ألماتي. كازاخستان واحدة من أكبر الدول مساحة في العالم، هي مصنفة رقم 9 بعد روسيا وكندا والولايات المتحدة. القطر ده موجود في كذا دولة، موجود في الصين، موجود في روسيا، موجود برضو هنا في كازاخستان. ميزة القطر ده ان هو قطر نوم، كله سراير، مفهوش كراسي خالص، وبيقطع مسافات كبيرة بتوصل ل 2000 و 3000 كيلو. اقل رحلة بيقطعها القطر ده بتكون 24 ساعة، وساعات بتوصل ليومين وثلاث ايام. لما ركبت القطر ده اول مرة انا كنت فاكر ان 48 ساعة بالقطر ده حاجة صعبة جدا، لكن في الحقيقة هي مش صعبة، لان القطر بيقف كتير. منظر من الشباك منظر خيالي، خضرة بخضرة والناحية التانية، وبيكون في ترابيزة وسط السراير الناس بتاكل عليها وبيشربوا شاي وبيحكوا مع بعض وكده. القطر متقسم سراير بالطول وسراير بالعرض. الأحسن لما تحجز السراير اللي بالعرض. كل عربية من عربيات القطر بيكون فيها حوض عشان الناس تغسل إيديها، وبيكون فيها تلاجة علشان الناس تحط فيها حاجتها كذا يوم، ومايكروويف. طبعا بيكون في غلاية شاي كبيرة علشان الناس تشرب شاي. الكازخ بيحبوا الشاي جدا، بيشربوه في كل الأوقات، وبيعتبر جزء من عاداتهم وتقاليدهم. الرحلة بتكون لطيفة، وبيكون الجو لطيف، والمنظر بيكون جميل جدا. وأنا بالنسبة لي الرحلة دي بتكون رحلة للاستحمام، خصوصا إن الإنترنت بيكون بطيء جدا وبيفصل في أغلب الأوقات. ما تنسوش تعملوا اشتراك للقناة وتابعوني علشان تشوفوا كل جديد حول العالم. الله الله.